أين السلطة، أين الرئاسة مما يحدث من اللوعة منذ تقريبا 26 سبتمبر؟ غياب نقاط إعلامية لإنارة الرأي العام، أهالي جرجيز قال لك الأمهات تبحث في قلب البحر وهو مدفون بحذاها، ما الذي يحصل سيد نصر الدين؟ أولا نترحم على الضحايا ونحسبهم شهداء إن شاء الله، شهداء الغريق شهيد بإذن الله. ثاني حاجة نعزو أهالينا في جرجيس وفي كل البلاد الحقيقة، هذه مصيبتنا الكل، ما هي مصيبة جرجيس فقط. قبل ما ندخل الموضوع لابد من طاولة صغيرة، إذا ما نحط الناس في الصورة، أنه اللي سمعناه هذا الكل والوقاع على مدى الايام اللي فاتت على بدايه اليوم، هذا راهو لو تقدموا الى دوله مؤسسات يعني كانك قدمت لها جريمه بين ظفرين، جريمه دوله. واصل لو نتحدث على دول اخرى بحاره يدخلوا ويقوموا بالعمل هذا، كل ممنوع اصلا عليك انت تدخل. يجب نوضح شيء للسادة النظارة اللي يشوف لقطات في اليوتيوب ولا حاجة، يشوف بحارة إسبان ولا كلاين ولا فرنسيس ولا انتشلوا جثث ولا ساعدوا، هذاك مشي صيدة راح، ما عنده حتى مهمة أخرى وما عندوش حق باش يعمل المهمة دي، مشي صيدة روحه. فعرضا واجهوا مجد ذاك بطبيعة باش يتدخل، وإلا هذا أمر السلطات، دولة هي تتدخل، دولة هي تكون أسرع بكثير من أم البحار وزوجة البحار. ولا نصر الدين تأخر البحار. السلطات، اسمح لي نصر الدين، مش ساعات، راهو أيام، عائلات ملتاعة، تشوف الصور، كيف لعائلات جرجيس أن تصبر وأبنائها يقذفها الماء المالح؟ اي لا انا لا الوم العائلات، انا مش نحب نحط في المشهد شنو هو، ان المشهد هذا اللي هو طبيعي جدا انك انت تعول على عضلاتك وتدخل تجيب اولادك، ما عندكش حتى خيار اخر. المشهد هذا هو ممنوع في دوله القانون والمؤسسات، علاش؟ لان باش يسبقك الاسطول بتاع دوله القانون والمؤسسات، ماهوش باش يخليك الفرصه انك تتحرك، ومازلت انت تركب في السفينه بتاعك التقليديه، في القارب بتاعك التقليدي، هو يكون اقلع ودخل عمق البحر بالسفن الحديثه بتاعه، بالاسطول الحديثه بتاعه. انت تصور انه في دوله اخرى، دوله تحترم نفسها، دوله مؤسسات، دوله قائمه واقفه، ما عندهاش اجندات اخرى خبيثه. تصور في دوله اخرى تحكي له، تقول له راهو ثم اسطول تاع بحار، عمل مسح على مدى 20 يوم، نسق في مبيناته، توقف في البحر 20 ميل، وراهو ثم تواصل بين البحار وبعضهم، وراهو ثم جثث تفط بين جرجيس وجربه، وراهو البحار خذوا اتصال منه. يقول لك شكون البحار تحدث عليه؟ في عليها منظومة تابعين جهاز تبع الدولة، يقولوا لا لا، الحكاية اللي حكيتها كل هذه تابعة بحارة، مجهودات خاصة، غايبة الدولة تماما، دخلوا يجيبوا في أولادهم من عمق البحر، دخلوا فتشوا، دخلوا يعملوا علاش الأمر هذا؟ لأن الدولة غايبة، لأن الدولة ماهيش أجندتها هذه. يقول قائل علاش الدولة ما تدخلش هنا؟ علاش ما تظهرش نفسها؟ لأنه هذا ليس سوق للاستثمار السياسي. الموت في البحر، جرجيس، الجنوب، مناطق الظل، ما وراء البلاكات، هذه لا تصلح للاستثمار السياسي بكل بساطة، لأنك أنت لما تكون مصيبة كيف هذه في عرض البحر، ناس تبكي دموع دم، ناس ممزقة، ناس أكبادها تفتت، وأنت السلطات ما تتحركش حتى على مستويات الدنيا، والأصل فيه أن تتحرك على مستويات عليا، المستويات العليا هذه اللي تحركت الاستثمار في نفق في المرسم، واصبحنا لعبه، واصبحنا مسخره، وتناولتنا الصحافه العالميه، وخرجوا الفرنسيس باش يخرجوا من الاشكال هذا وما يقعوش المسخره هذه. قال الفرنسيس نحن رانا غير معنيين والامر، وما سمعناش بحد شيء من الامر هذا. فشوف انت كيفاش الدوله لما تلقى بؤره بتاع استثمار سياسي تحرك لها، إذا كان ما ثمش هذه هي الانقلابات، هذه المصيبة سيد نصر الدين.